عايز مساحة؟ يا أهلا، قبل ما نبدأ هناك زر صغير أسفل الفيديو أحمر لون مكتوب فيه اشتراك أو سبسكرايب. إذا عجبك المحتوى اشترك، وإذا لم تريد أن تشترك عادي جدا. أكمل مع الحلقة. قبل شهرين من الآن نشرت حلقة عن بعض من أغرب الفيديوهات الموجودة على الإنترنت. هذه الفيديوهات ليس لها أي تفسير، والبعض يقول أن هذه الفيديوهات مصدرها من الديب ويب أو الدارك ويب، وأخبرتكم أنه سيكون هناك جزء آخر لذلك الفيديو. الآن سأعطيكم بعض المعلومات الغريبة والصادمة عن الدارك ويب، الانترنت المظلم. ربما هذه المعلومات قد تكون سمعتها لأول مرة. وكتنويه بسيط، موعد نشر الحلقات يوم الأحد والأربعاء، السادسة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حين تدخل لتويتر لتكتب تغريدة، أو تدخل لجوجل لتبحث عن وصفة لتحمير الخدود، أو تدخل لليوتيوب لتبحث عن كيف تقوم بإعداد الكسكس المغربي. أنت بهذا تعتقد بأنك تستعمل الإنترنت، لكن في الحقيقة أنت لا تستعمل إلا فتات الإنترنت، لأن الإنترنت الحقيقي مخفي عنك ولا تعلم عنه أي شيء. وما خفي أعظم. المعلومة الأولى، يقال في الإحصائيات بأن الديب ويب هو سوق ضخم للمجرمين يدر ما لا يقل عن 500 ألف يورو يوميا، لكن الحقيقة والتي يعرفها الجميع أنه دائما الأرقام الرسمية والأرقام الحكومية تكون في الحقيقة أبعد بكثير من الواقع. فالإنترنت المظلم دارك ويب في الحقيقة يدر ملايين الدولارات كل يوم. فحاليا جل التعامل في الدارك ويب والديب ويب يتم بواسطة العملات المشفرة مثل بيتكوين. يقدر عدد الصفحات الموجودة في الويب القياسي ب 4.5 مليار صفحة، في حين أن صفحات الويب الموجودة في الإنترنت الكامل بما فيها الدارك ويب أكبر من هذا العدد 4.5 مليار صفحة 400 ل 500 مرة. حيث اكتشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا سنة 2001 أن شبكة الويب المظلمة فقط بها 7.5 بيتا بايت، وفي غضون سنتين فقط أي سنة 2003 ارتفع هذا الرقم بشكل مرعب ليصل ل 91.85 بيتا بايت، أي 91850 تيرا بايت. وقدر الباحثون أيضا أنه من بين مليار صفحة مفهرسة على الإنترنت العادي في عام 2001 كان مقابله في الإنترنت المظلم 550 مليار صفحة. وفي تحليل أجري سنة 2019 ل 2723 موقع ويب في الدارك ويب، وجدوا بأن 75% من هذه المواقع تشتمل على مواد ممنوعة وغير قانونية. ويمكنك أن تتخيل ما نوع هذه المواد. لا يمكنك الدخول للإنترنت المظلم بالمتصفحات العادية كجوجل كروم، فايرفوكس، موزيلا، وأوبرا. لذلك فأنت تحتاج لمتصفح خاص، وعليه فأشهر متصفح يستعمل للدخول للديب ويب والدارك ويب هو موقع تور، حيث يتم استعماله لإخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت عن طريق إخفاء عنوان الآي بي الخاص بك. وكان تنظيم داعش يستخدم شبكة الويب المظلمة كأداة للدعاية والتجنيد وجمع الأموال والتبرعات. ولكن التنظيمات الإرهابية ليست وحدها تسبح بأمان في الإنترنت المظلم، حيث تستخدم وكالة الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي الأمريكي برامج مثل XKScore لمعرفة هوية مستخدمي تور. وعليه فأنت لست محمي 100% كما تتخيل. ولأزيدك من الشعر أبياتا، فمتصفح ثور الراعي الرسمي له هو مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة فورد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. الإنترنت المظلم الدارك ويب فيه كل شيء ممنوع تتخيله، لكن من جانب آخر يوجد الكثير من الأشياء الممنوعة الجيدة نوعا ما، مثل الكتب الممنوعة. كتب؟ ما علاقة الكتب بالدارك ويب؟ حسنا، هذه الكتب الموجودة في الدارك ويب هي ليست كتب عادية، ولكنها الكتب التي تم منعها من قبل الحكومات، حيث يوجد سوق كبير للكتب أسسه مؤسسي طريق الحرير، السوق الأسود الشهير للمخدرات. وغالبية الكتب الموجودة في ذلك السوق هي كتب سحر وشعوذة وكتب محظورة وأخرى لنظريات المؤامرة. انتهيت الآن من تصوير الحلقة، ولكن نسيت أن أقول لكم، نشرت لكم رابط أسفل الفيديو في الوصف فيه بعض من أبشع الصور الموجودة في الإنترنت المظلم. وأؤكد لك مرة أخرى، لا تدخل للرابط إذا كان قلبك ضعيف وهش، لأن الصور فعلا مخيفة ومقززة. يوم تحصل كارثة عالمية من أي نوع، كإعصار مدمر، زلزال، حرب أهلية، اعتداء دولة على دولة أخرى مثل روسيا على أوكرانيا التي قال البعض بأنها ستكون بداية لنهاية العالم أو بداية لحرب عالمية ثالثة نووية ستدمر كل شيء، في هذه الأزمات يظهر نوع من الناس يسمى Doomsday Prepper، وهم أولئك المهووسين بانتظار يوم القيامة فناء العالم. فهناك مكان على شبكة الويب المظلمة يسمى شبكة الاستخبارات الاستراتيجية. في هذا الموقع يوجد الكثير من البيانات والمعلومات حول كيف تنجو من أي أزمة تصيب العالم، سواء أزمة طبيعية مدمرة كتسونامي أو إعصار، أو أزمة بشرية كحرب أهلية أو حرب اعتداء، بما في ذلك الحروب النووية وأيضا الحروب الجرثومية والكيميائية.
فتجدهم يستعدون من كل النواحي، يبنون الملاجئ، يخزنون الطعام، يخزنون الأسلحة، أيضا يخزنون الملابس الواقية من الإشعاعات وإلى غير ذلك. هذه المعلومة ستسعد البعض، وأنا أعرف أنها ستجعلهم يبتسمون مثل ابتسامة الجوكر. هناك مجرمين في الدارك ويب لا يقتلون الناس ولا يغتصبون الأطفال، وإنما مهمتهم هي تزوير الوثائق الرسمية، تزوير الوثائق، الشهادات، جواز السفر، البطاقة الوطنية الخاصة بك ID، وأيضا تزوير الشواهد الدراسية. يعني إذا كنت طالب طب في كلية في ألمانيا مثلا فلم تعجبك علامات اختباراتك، تستطيع استئجار هاكرز مجرمين ليخترقوا موقع الجامعة ويزوروا نتائجك في الامتحان. لكن قبل أن تتخذ هذه الخطوة تذكر بأنك تضع مستقبلك وحياتك على المحك، ستضع حياتك حرفيا على حافة الهاوية، وسينقلب السحر على الساحر، لذلك لا تفعل ذلك أبدا. يعتبر الإنترنت المظلم الدارك ويب هو أكبر سوق لمزاد علني للبشر في العالم. طبعا تعلمون كيف كان الناس قديما يبيعون البشر، يبيعون العبيد، الجواري، يتم عرضهم في الأسواق وكأنهم سلعة، تماما مثل أي سلعة وأي منتج آخر. يأتي الزبون ثم يتفقد السلعة قبل أن يشتريها، وأيضا يتفاوض على ثمنها. وقد تعتقد بأن ذلك المشهد انقرض وانتهى ولم يعد موجود في العالم، ولكن الحقيقة لا. يعد التجارة بالبشر أحد أحلك أجزاء شبكة الإنترنت المظلم، حيث يتم التقاط صور للعبيد تماما وكأن شخص يلتقط صورة لمنتج قبل أن يضعها في سوق الفيسبوك مثلا، حيث يضع الطول والعرض والوزن والعمر واللون والسمات الأخرى، ويتم بيع هؤلاء الأشخاص كممتلكات لمن يدفعون أعلى سعر. هناك مواقع على الإنترنت المظلم الدارك ويب هي من أخطر وأكثر المواقع رعبا، ففي هذه المواقع يتم إجراء تجارب على البشر، تجارب حقيقية على بشر حقيقيين، ومعظم تلك التجارب تكون على المشردين والمفقودين وأيضا المجانين الذين تم انتقاؤهم من الشوارع. هذه الصورة التي ترونها أمامكم قال الشخص الذي وجدها بأنها من أحد المواقع الموجودة على الدارك ويب، حيث اعتاد هذا الرجل أن يلتقط الأيتام وغيرهم من الناس من الشوارع ويبيعهم كدمى جنسية. هنا حيث تبدأ أجزاء القصة المخيفة، حيث يقوم ذلك الشخص بقطع أذرعهم وأرجلهم ويغلق كل الفتحات، العينين والفم والأذنين، ولا ينتهي عند هذا الحد، بل يقدم أيضا خيارات تثبيت خطافات حتى تتمكن من تعليق الدمية الجنسية البشرية في أي مكان. الدولة التي يمتلك سكانها أكبر نسبة من استخدام الفرد لمنصات الإنترنت المظلم هي في الحقيقة دولة لن يتوقعها أي أحد، هذه الدولة هي الهند، وأيضا يتصل 2 مليون شخص بالإنترنت المظلم من خلال استعمال متصفح تور كل يوم، وفي جانب آخر يتصل ما نسبته 26% من مستخدمي أمريكا الشمالية و17% من الاتحاد الأوروبي للدارك ويب يوميا. واحدة من المعلومات الغريبة فعلا تقول بأن ما يقرب من ثلث الأمريكيين الشماليين استخدموا الدارك ويب في عام 2019. في الحقيقة أنا كان لدي 20 حقيقة غامضة عن الدارك ويب، لذلك قررت أن أقوم بتقسيم الحلقة لجزئين. هذا الجزء أعطيتكم 10 معلومات، سيكون هناك جزء آخر فيه 10 معلومات أخرى، وتلك المعلومات أغرب مما أعطيتكم في هذا الفيديو. كونوا مستعدين، ستكون هناك حلقة أخرى يوم الأحد 6:00 مساء. Peace.